هنالك الجزيرة من انطلقت إلى أول المراكز، محمد بن مسعود بشريدة المري ينطلق شعاره على أول المراكز لتأتي جودة على ثاني المراكز، برفقة سيف بن عامر النعيمي ثالث المراكز، تواجد طليعة ملكين حمد بصالح بشريدة المري، والنقلة إلى المركز الثالث تواجد هنالك بلشة لعلي بن ناصر بصالح الفضالة، والمركز الخامس تتواجد بهذه الانطلاقة الشايبة لعبد الله العامري مع المركز الخامس. هذا هو النداء للخمسة الأسماء المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة، ونعود ونتحول إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى المنافسة الجميلة. وتقدم هنالك الجزيرة من تتقدم وتنطلق بقيادة هذه الأسماء المتواجدة والمرافقة لها بهذا الشوط مع الصدارة والمقدمة. الجزيرة تعود الملكية لمحمد بن مسعود بشريدة المري من يقدم لنا هذا المسمى مع الصدارة والانطلاق الأول. ثاني المراكز تتواجد شودة من تعزف الشودة وتنطلق مع المركز الثاني، سيف بن عامر النعيم يقدم لنا شودة مع المركز الثاني. ثالث المراكز تتواجد الشايب لعبد الله بن حم العامري، وهنالك أيضا انطلاقة وتقدم من قبل أحد الأسماء المتواجدة، وأيضا قدوم حاملة الرقم 29 من تواجد على المركز الثاني. ثالث المراكز لم تتضح عبور مركز الثاني. ثالث المراكز تتواجد طليعة حمد بصالح بشريدة المري، يقدم لنا طليعة لكي تتطلع على أمور الصدارة بانطلاقتها المميزة. رابعا نتابع تواجد وتقدم هنالك المتواجد الشايبة عبد الله بن حب العامري، والمركز الخامس هنالك القدوم من فوز سعد بن راشد عبا المري، يقدم لنا فوز مع المركز الخامس، وهذا المسمى أيضا حقق مراكز متقدمة في سباقاتنا المحلية. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع افتتاحية الكيلومتر الأخير الكير المثير بانطلاقة هنالك شودة، شودة على الصدارة وطليعة قادمة، طليعة وشودة بمنافسة وبحوار ثنائي ما بين هذه الأسماء وهذه النجمتين المنطلقة، وانطلقت شودة مع الصدارة. سيف بن عامر النعيمي هو من يمتلك شودة، وعبد القادر البلوشي من يدير بعملية التضمير. المركز الثاني تتواجد طليعة حمد بن صالح بشريدة المري، يقدم لنا الطليعة مع المركز الثاني، ومع أيضا المنافسة الثنائية وتشكيل الخطورة ما بين هذه الأسماء المتواجدة. انطلقت شودة مع الصدارة، تواصلت مع أول المراكز، وأيضا قدمت هذه العروض الجميلة بتقدمها مع الصدارة وبانطلاقتها مع المقدمة. سيف بن عامر النعيمي هي أيضا يظفر بناموس هذا الشوط وبتقديم المستوى الجميل، إن لم يكن هنالك رأي آخر بقدوم هملولة. وصلت هملولة مع المركز الثاني، هملولة مع الانطلاق الثاني، تعود ملكي محمد بن فارا بن عتيق البريد المري، ولكن ما زالت شودة على الصدارة، شودة وهنالك هملولة، هملولة مع المركز الثاني وقدومها مع الانطلاق الثاني، ولكن شودة 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 هي المنطلقة مع الصدارة، هي من تردد وتعزف شودة الناموس وتتواصل مع الصدارة. التهاني والتبريكات نزف والي مالك شودة سيف بن عامر النعيمي، المركز الثاني هملولة لمحمد فرا بن عتيق بريد، المركز الثالث كان الوصول من البراق لعلي بن عبد الهادي بن عجلان المري، المركز الرابع كان الوصول من قبل راهي لسالم بن فهيد بن عبد الله المري الثاني، والتبريكات. والمركز الخامس كان الوصول من قبل خامس المراكز نواره لهادي بن سالم بن قطام المري الثاني، التبريكات نزف الجميع، حظا اوفر لمن لم يحالف الحظ. كما نهني مالك شوده من حصلت على أول المراكز في شوطنا الأول، وافتتاحية أشواط هذا اليوم الملكية سيف بن عامر النعيمي له التهنئة على حصول شودة على أول المراكز. كما نهني المضمر عبد القادر البلوشي من قدم لنا شودة بهذا الشوط.